إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتين من القاعة المغطاة أم كلثوم. مباراة مشتعلة بين فريقي الجمعية الرياضية مرتين وشباب خريبكة. متابعينا الكرام في حدود الآن فلا زال التعادل هو سيد الموقف، يعني تعادل إيجابي بهدف لمثله. متابعينا الكرام خلال هذا الدورة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية الفوتسال، استئناف اللاعب متابعينا الكرام. طبيعة الحال فالشباب خريجة يعني الزائر فهو يلعب باللون الأبيض، بينما الفريق المستضيف الجمعية الرياضية مرتين فهو يلعب باللون الأسود والأحمر. متابعينا الكرام نلقاو معنا متابعينا الكرام نشوفوا ردة الفعل بالنسبة للزوار وكذلك بالنسبة للمستضيفين. الإشارة على التوالي فجيش بفرق يحصل للصف الرابع والخامس على التوالي. طبيعة الحال في الفائز بالمقابلة فغادي يضمن إما الصف الرابع، بينما المنهزم فغادي يحصل الصف الخامس. إصابة أحد لاعبي فريق الجمعية الرياضية مرتين متابعينا الكرام. إصابة أحد لاعبي فريق الجمعية الرياضية مرتين، نتمنى أن تكون إصابة يعني ما تخليش اللاعب أنه ما يكملش يعني أطوار المقابلة. متابعينا الكرام فالشباب خريبكة يلعب باللون الابيض، بينما ممثل مدينه مرتين الجمعيه الرياضيه مرتين يلعب باللون الاسود. تعادل هو سيد الموقف، تعادل ايجابي بواحد لهدف، يعني هدف لمثله. متابعينا الكرام على متابعينا الكرام نشوفوا واش هاد المحاولة. غادي تشكل خطا
على فريق شباب خريبدة. كرة كتخرج ركنية لفائدة الجمعية الرياضية مرت. إذا كما قلنا فالفريق الزائر الشباب خريم قفاوة يلعب باللون الأبيض بينما الجمعية الرياضية يلعب باللون الأسود. محاولة متابعينا الكرام، هنا على بعد 9 دقائق من نهاية هذه المقابلة المهمة، أكيد لأنها مقابلة من أجل يعني التموقع أكثر والاقتراب من مقدمة أكثر، يعني على التوالي الفريقين يحتلان الرتبة 4 و5 متابعينا الكرام. Thank you.
تلقوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذه الضربة الحرة المباشرة، واش غادي يتمكن من خلالها فريق شباب خريج الجامعة تسجيل الهدف، أو سيكون لفريق الجمعية الرياضية رأي آخر. الحارس كيتدخل يخرج ركنية. يعني 5 دقائق على نهاية هذه المباراة متابعينا الكرام، فابقوا معنا من خلال هذا المباشر. Yeah.
Thank you.
إذا المتابعين الكرام على بعد أقل من دقيقتين ونصف على نهاية هذا اللقاء، ولازال التعادل هو سيد الموقف. Yeah!
إذا المتابعين الكرام، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 خلال هذه الجولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية فوتسال بين فريقي الجمعية الرياضية مرتيل وشباب خريبكة، اللي تنقل وجاء من مدينة خريبكة إلى مدينة مرتيل لإجراء هذه المقابلة. إذا المتابعين الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.